بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يقول: واعلم أيها المسلم يا طالب العلم، وتنبه إلى أن الله خلق الخلق لعبادته. وهذا مأخوذ إلى أن الله أمر الخلق بعبادته، وكذلك هو خلق الخلق لأجل عبادته وأمرهم بها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من ناحية الإخبار. من ناحية الأمر، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا خطاب لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، في أن يفردوا الله بالعبادة ولا يعبدوا معه سواه، لأنه لا رب لهم إلا الله جل وعلا. والغالب على النداءات في السور المكية: يا أيها الناس. والغالب في المدنية: يا أيها الذين آمنوا. وإن كان قد يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية غير ذلك، لكن العبرة بالغالب. فهذا النداء يدل دلالة صريحة على أن العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بها جميع الناس وخلقهم من أجلها، فليس لأحد فيها أي استحقاق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الجن ولا الإنس ولا أي مخلوق. العبادة حق لله على الخلق أجمعين. نعم. واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. فالدعوة إلى عبادة الله عامة، ولكن الممتثلون لهذه الدعوة هم خواص العباد، خواص العباد، والكثير أعرضوا عنها. كثير من الناس أعرضوا عن عبادة الله، والقليل هم الذين أصغوا إلى هذا النداء وهذا الأمر، امتثلوا أمر الله فهداهم الله جل وعلا لذلك ووفقهم بسبب إقبالهم، بسبب إقبالهم وإصغائهم لنداء الله. فالسبب من قبل العبد، والتوفيق من قبل الله، وتوفيق الله مترتب على سبب من العبد. فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى
فسنيسره للعسرى. فالهداية لها سبب، والضلال له سبب من قبل العبد، من قبل العبد. فهذا يجب التنبه له، لأن فيه من يقول إن كان الله قدر لي الهداية فسأهتدي، وإن قدر لي الضلال فسأضل. هذا كلام باطل، كلام باطل. هذا يحتج بالقدر وينسى، ينسى فعل السبب من قبله هو. لن يحصل على الهداية بدون سبب أبدا، الهداية لها سبب. أنت إذا أردت الأولاد تتزوج، تفعل السبب وهو الزواج. أما لو بقيت أعزب ولم تتزوج فلن يأتيك أولاد. وكذلك الرزق، أنت لو جلست ولم تعمل شيئا واعتمدت على القدر لم يأتك شيء. إذا قمت وعملت وتسببت طلبت الرزق يسر الله لك. الطيور والبهائم ما تبقى في أوكارها ومأواها، تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب لطلب الرزق. فلا بد من فعل السبب. فالهداية لا تحصل بدون سبب، والضلال لا يحصل بدون سبب من العبد. الله لا يظلم أحدا، فالذي يريد الخير ييسره الله للخير ويشرح صدره له، والذي يريد الشر ييسره الله للشر ويهيئه له جزاء على ميوله ورغبته. فليتفطن العبد لهذا الأمر، فإنه دقيق جدا. فلا بد من فعل الأسباب لجميع الأمور، ومنها الإيمان والهداية والجنة والنار، لها أسباب من قبل العابد هو الذي يفعلها. نعم. واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، كما ذكرنا من على من يشاء بالإسلام تفضلا منه سبحانه. لكن التفضل له سبب، تفضل من الله له سبب، والحرمان له سبب من قبل العبد. فلا بد أن يلاحظ هذا، ولا يحتج الإنسان بالقدر كالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هذا احتجاج بالقدر، احتجاج بالقدر. إبليس احتج بالقدر، ربي بما أغويتني، احتج بالقدر، ونسي أنه تكبر هو عن أمر الله سبحانه وتعالى. فالله أغواه بسبب ماذا؟ بسبب أنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى أن يسجد كما أمره الله سبحانه وتعالى. فلا حجة له بذلك، حجة قائمة عليه، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا هو السبب. أما لو أنه امتثل أمر الله وسجد كما سجدت الملائكة لكان من عباد الله المخلصين. نعم. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين. هذا أصل عظيم، وهو ما يجب على المسلم في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، الذين آزروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم وأوطانهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهم من الفضل ما ليس لغيرهم، فهم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير القرون هم الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومناصرته ونشر دينه وتبليغه لمن جاء بعدهم، تبليغ هذا الدين لمن جاء بعدهم من الأمة. فحازوا على هذا الفضل الذي لا يساويهم فيه غيرهم، ولذلك الله جل وعلا أثنى عليهم ورضي عنهم كما في كثير من الآيات في القرآن الكريم.
قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، مع هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة، من آخر سورة الفتح، هذه في الصحابة. وقال تعالى لما ذكر الفيء في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والغل هو البغض. ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو يتصدق واحد من المتأخرين غير الصحابة، لو هو من التابعين تصدق بكبر مثل أو عدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله، لو يتصدق به لم يعادل في الأجر، لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد من الطعام، من الشعير، من التمر، أو نصف المد نصيفة، جبل من الذهب لا يعادل المد من غيرهم. لماذا؟ لفضلهم رضي الله عنه. فموقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله، وحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب رسول الله فليحب أصحابه، ومن كان يبغض الصحابة فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم، فبحبي
أحبهم. وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى، الصحابة كغيرهم من البشر كانت نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة، لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان ولا يتهم أحدا منهم. لكن لما جرت الفتنة، الفتنة ليس لأحد فيها حيلة، نسأل الله العافية من الفتن، لما جرت الفتنة في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، يطعن فيها ويجتمع عليه الغوغاء من الناس والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى، لا يخلو زمان من أمثال هؤلاء. الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله، يحبون الغوغاء والتشويش، يحبون الكلام في ولاة الأمور، يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة، يوجد هذا في الناس. فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا تجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع، وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، فأثر عليهم هذا الخبيث وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه، انتهى الأمر بقتل عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين. فلما قتلوا عثمان اندلعت الفتنة بين المسلمين، وغار المسلمون لقتل عثمان من بينهم، وأرادوا الانتقام ممن قتله، أرادوا الانتقام ممن قتله، فتكون من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة، الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان ويطالبون بالقصاص، وخرجوا من المدينة، وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا، كانت البيعة لعلي وهو رابع الخلفاء الراشدين، فطلبوا من علي رضي الله عنه أن يقتص من هؤلاء. تفاوض هؤلاء الصحابة الذين خرجوا من المدينة ومعهم عائشة أم المؤمنين، تفاوضوا مع علي على أن يسلم هؤلاء القتلة، ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم، لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة. لكن بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين. فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله كف القتال، هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، تناوشوا وصاحوا في الجيش، وظن الصحابة أن الحرب قامت في حين أنها بتهييج من هؤلاء الخبثاء، فدارت المعركة في وقعة الجمل من غير قصد من الصحابة، وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتل من الصحابة من قتل في هذه الفتنة في هذه الوقعة وانتهت. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الشام ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان للقصاص، نفس الشيء، عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة، فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية، معركة صفين، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين. انتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه، قتله الخوارج، هم أنفسهم الذين خرجوا على عثمان،
ألحقوا عليا به وقتلوه. شوف ما هو قصدهم العدل والإنصاف، قصدهم الحقد والانتقام، فقتلوا علي رضي الله عنه وأرادوا قتل معاوية، لكن الله نجاه منه. أرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص، لكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص، ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه، استشهد رضي الله عنه، كله بفتنة هؤلاء وشر هؤلاء. فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور، وأن لا يدخل فيها، وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم مجتهدون، منهم من أصاب الحق فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر، وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ، لأنهم صحابة رسول الله رضي الله عنهم. وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لهم، فهم مغفور لهم، مغفور لهم. على كل حال، المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم، والذي أخطأ ليس عن قصد وإنما هو عن اجتهاد، فيجب على المسلم أن لا يدخل في هذا أبدا، ولا يخطي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، ظهرت أشرطة من بعض الجهال، أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور وما جرى بين الصحابة، وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس، فهذا لا يخلو، إما أنه جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة، وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها، وليحذر من كيد الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلبهم والتماس المعايب لهم، ليحذر المسلم من هذا لئلا يكون من الهالكين، والعياذ بالله، لئلا يكون من الهالكين. ثم ماذا يجدي إذا دخلوا وذكروا قالوا فلان سوى كذا؟ ماذا يجدي؟ لا يجدي إلا الشر وإذكاء الفتنة من جديد والتفريق بين المسلمين، هذا قصد الأشرار، نسأل الله العافية. فهذه مسألة عظيمة يجب التنبه لها، ويجب أن لا يدخل الإنسان فيها إلا معتذراً ومترحماً ومستغفراً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين. أما عائشة وطلحة والزبير هذا في وقعة الجمل، سميت بذلك لأن عائشة رضي الله عنها حضرتها وهي راكبة على جمل في هودج، راكبة في هودج على جمل، فسميت وقعة الجمل. وأما ما دار بين معاوية بين علي ومعاوية فيراد به حرب صفين بين علي وأهل الشام. نعم. ومن كان معهم لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى. اللهم عافيك، اللهم عافيك، كيف تدخل نفسك في الإثم والله قد عافاك؟ وأصحاب رسول الله لهم مكانتهم ومقامهم الذي لا يساويهم فيه غيرهم، فلماذا تدخل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن لا يدخل إلا معتذرا ومستغفرا ومترحما ومقدرا لهم رضي الله عنهم، لا يدخل في هذا من باب البحث يقولون والتاريخ وما أشبه هذا، هذه فتنة، هذا من باب الفتنة ما هو من باب البحث، هذا البحث لا يجوز، فيجب التنبه لهذا الأمر خشية أن يهلك الإنسان وهو لا يدري. إذا أبغض أصحاب رسول الله أو وجد على أحد منهم هلك. ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم، تسأل الله أن يطهر قلبك من الغل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تخطئ في بعضهم، تصويب بعضهم، الله ما كلفك بهذا. ولما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن ما دار بين الصحابة قال رضي الله عنه: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا من أعراضهم، نطهر ألسنتنا من أعراضهم كما طهر الله أيدينا من دمائهم. كلام عظيم هذا، وهذا ينطبق عليه قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: من أصول العقيدة الصحيحة، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سلامة ألسنتهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى. لا تتوقف، تقول أكل أمرهم إلى الله وتتوقف في فضلهم ومكانتهم، بل تعترف بمكانتهم وتؤمن بها وفي فضلهم وأن الله رضي عنهم، ولكن مع هذا لا تدخل لئلا تغتر بكلام أو بأسلوب بعض الكتاب فتهلك مع من هلكوا. نعم. لا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. نعم. وقال: إن الله تعالى نظر إلى ما يقصد بالحديث هذا، ما أدري عن يعني عن ثبوته، لكن معناه صحيح. وأصهاره وأختانه هم أهل بيته، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان، لأن يعني عثمان تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أختانه ومن أصهاره. علي رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر، وتزوج حفصة بنت عمر، فهم أصهاره وأختانه، منهم من زوج الرسول ومنهم من تزوج من بنات الرسول، فهم أصهاره وأختانه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لفتح مكة في شهر رمضان، وكان عليه الصلاة والسلام متكتما لا يريد أن يصل إلى أهل مكة خبر خروجه، ولكن واحدا من صحابة رسول الله تأول فكتب إلى أهل مكة أخبرهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، تأول واجتهد فكتب، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، فأرسل عليا وخالد بن الوليد في أثر امرأة، أرسل معها حاطب هذا الخطاب، فأدركاها في مكان وأخذ منها الخطاب وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال لهم: إنكم ستدركونها في موضع كذا، فأدركوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا منها الخطاب وجاءوا به إلى الرسول، فلما قرأه الرسول أو قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم دعا حاطب بن أبي بلتعة وقال: لماذا فعلت كذا؟ قال: يا رسول الله، لم أفعل هذا شكا في ديني ولا نفاقا،
ولكني تيقنت أن الله سينصركم وأن كتابي هذا لا يضركم، وأنا لي أموال ولي أقارب في مكة أخشى عليهم، فأردت أن أتخذ يدا عند أهل مكة ألا يضر أقاربي الذين في مكة. تأول، قال صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم، لقد صدقكم. فهو فعله عن اجتهاد مع علمه أن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الخطاب لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما فعله عن تأول واجتهاد منه. فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم بعض الصحابة بقتله واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب ممن حضر بدرا، فقال: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن فيكون حاطب رضي الله عنه مغفورا له، مغفورا له ما حصل منه. وهذا من فضائل أصحاب رسول الله، أنهم إذا حصل منهم خطأ فإن الله قد غفره لهم بسبب سوابقهم في الإسلام ومقاماتهم في الإسلام، فإن الله قد غفر لهم ما يحصل منهم. ومنهم حاطب فقد غفر الله له بسبب أنه من أهل بدر، وأنه صدق ما راوغ عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما صدق في قوله. وبالمناسبة، فإن بعض المتعالمين الآن يطعن في حاطب بن أبي بلتع ويقول إنه نافق النفاق الأكبر والعياذ بالله، ويطعن فيه، فهذا من سوء العقيدة أو من الجهل في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. كذلك من احترام المسلمين احترام دمائهم وأموالهم وأعراضهم، احترام دمائهم واحترام أموالهم واحترام أعراضهم، لأن من أسلم فقد حمى دمه وحمى ماله وحمى عرضه، فلا يجوز التعدي على المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال في حجة الوداع، في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، يعني شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا وهي مكة المشرفة. فيحرم دم المسلم وماله وعرضه، لا يجوز التعدي على شيء من هذه الأمور إلا بطيبة من نفس المسلم في المال، طيبة من نفسه بالمال، إذا سمح بشيء من ماله فهو حلال. وأما أن يؤخذ منه قهرا أو من غير طيب نفس أو غصبا أو سرقة أو خيانة فإنه حرام كحرمة دمه وعرضه إلا بطيبة من نفسه. وهذا كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كثير من الناس لا يبالي بهذا، إما أن يقتل أخاه المسلم لأي سبب ويسفك دمه، وإما أن يأخذ ماله بالسرقة، بقطع الطريق، بالخيانة، بالغش في البيع والشراء، ولا يبالي بذلك، فيأخذ يأكل مال أخيه بالباطل من غير طيبة من نفسه، أو يستولي عليه غصبا وقهرا ويخرجه منه، هذا كله لا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. بعض الناس يظن أنه بطيبة من نفسه أنه يقصد الغصب، وأنه لا يجوز الغصب، أخذ مال المسلم غصبا، هذا وجه من وجوه استباحة مال المسلم. ولكن الخديعة في البيع والشراء والغش في البيع والشراء
والقمار والميسر والربا، كل هذا من الباطل. المعاملات المحرمة، المعاملات المحرمة التي انغمس فيها كثير من الناس اليوم هي من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه. نعم، إذا أخذ مال أخيه بغير حق بأي نوع من أنواع الأخذ فإنه مضمون عليه، مضمون عليه حتى يؤديه إلى صاحبه، لأنه لا بد من أداء المظالم إلى أصحابها قبل الموت، وإلا فإن أصحابها سيقتصون من الظالم يوم القيامة، يقتصون من حسناته حتى ربما لا تبقى له حسنة، ثم تؤخذ من سيئات المظلومين فتحمل عليه ويلقى في النار والعياذ بالله. فمال المسلم ولو أخذته بغصب، لو أخذته بمعاملة محرمة، لو أخذته بقهر بسرقة، فإنه مضمون لا بد أن تؤديه إما في الدنيا وإما في الآخرة. أتنبه لذلك، هو مضمون عليك ولا بد من أدائه في الدنيا أو في الآخرة، وأداؤه في الدنيا أسهل من أدائه في الآخرة. فلا يتوقف إنسان عنده مال للناس يتوقف في رده في دنياه قبل أن يموت، يبادر بذلك. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني في الآخرة. كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات المظلومين، أطرحت عليه أطرح في النار. فمال الغير مضمون في الدنيا وفي الآخرة، فإذا سلمت في الدنيا فلن تسلم في الآخرة، لأن أموال الناس محرمة. نعم. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. لا يحل لأحد أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بإذنه، حتى وله حرام. لو أنك تعلم أن هذا المال ما هو له، يقول هذا ما هو له أبا أخذ منه، لا لا تأخذ منه، مضمون عليه هو المسؤول عنه. فإذا أخذته شاركته في الظلم، إذا أخذته وأن تعلم أنه حرام فقد شاركته في الظلم، فاتركه لا تأخذ منه شيئا. نعم. وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. فلا يجوز أخذك من شيء تعلم أنه حرام ومن مكسب حرام، لأمور: أولا أن هذا تعلم أنه حرام فكيف تستحله وأن تعلم أنه حرام وأن هذا الشخص لا يملكه؟ ثانيا، لو تاب هذا الظالم وأراد أن يرد المال وقد أخذته أو أخذت منه، فإنه لا يتمكن من رده، لا يتمكن من رده. ثالثا، أنك تكون شريكا له في الجريمة، تكون شريكا له في الجريمة والظلم. نعم. والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق. المكاسب، قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالحلال البين يؤخذ، وهذا هو الأصل، الأصل في المعاملات الحل إلا ما تبين أنه حرام. وكذلك الحرام بين: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكذلك الميسر والقمار والخمر، هذا حرام بنص القرآن. حرمت عليكم السرقة والغصب وأكل أموال الناس بالباطل، هذا بين، حرام بين، حرام بين. الحلال الطيب كل ما لم يرد نهي عن أخذه فإنه حلال. الأصل خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه،
هذا هو الأصل، أنه حلال تأخذ منه، هذا من الحلال البين. أحلت لكم الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيب الطيب في نفسه والطيب في مكسبه حلال، حلال بين، تأخذ منه تأكل منه. وأما المشتبه اللي لا يدرى حلال ولا حرام لتعارض الأدلة فيه، فهذا توقف فيه حتى يتبين لك، توقف فيه حتى يتبين لك. فالحلال تأخذه والحرام تجتنبه والمشتبه تتوقف فيه حتى يتبين أمره، هذا أسلم لدينك وعرضك. هذه القاعدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة بينة واضحة. ومنه قول المؤلف هنا، نعم. والمكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. نعم، الحلال بين والحرام بين، ما ظهر لك أنه طيب ولم ينهى عنه فهو حلال، ما نهي عنه أو كان مشتملا على خبث أو غصب أو خديعة أو غير ذلك فهو حرام. نعم. فإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه. هذه مسألة الضرورة، هذه مسألة الضرورة، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يأكل فإنه يأكل مما عنده ما يبقي عليه حياته، ولو كان هذا المال حراما، لو كان ميتة أو لحم خنزير أو غير ذلك يأكل منه لأجل الضرورة لئلا يموت. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فتأخذ من الحرام قدر ما يمسك عليك حياتك، ثم تمسك عن الباقي، هذا للضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا حرام مع ضرورة، هذه قاعدة، لا حرام مع ضرورة، قاعدة. نعم. فإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه إلا ما اضطررتم إليه. نعم. ولا تقل أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. بعض الناس يقول أنا متوكل على الله وأنا بجلس للعبادة ولطلب العلم، ويعطوننا الناس ويترك المكاسب، هذا لا يجوز، بل عليك أن تطلب الرزق الذي يكفيك ويكفي من تلزمك مؤونتهم من زوجتك وأولادك ومن في بيتك، عليك أن تطلب الرزق، وهذا من العبادة، هذا من العبادة. تجلس تحرى صدقات الناس، هذا لا يجوز، بل عليك أن تطلب الرزق. قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، نزلت هذه الآية في الحج، لأن وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يحجون وليس معهم زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله هذه الآية: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما نبه على أخذ الزاد لسفر الدنيا، نبه على أخذ الزاد لسفر الآخرة وهو التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانوا يتحرجون من البيع والشراء في المشاعر أيام الحج، الله رفع هذا الحرج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، بيعوا واشتروا في المشاعر وأنتم حجاج، ما يخالف، لا بأس، لأن هذا تستغني به عن الناس وهذا تثاب عليه، فلا يجوز للإنسان أنه يترك الكسب ويجلس للعبادة والتسبيح والتهليل ويقول أنا
الله يبي يجيب لي رزق، لا هذا لا يجوز، الله نهى عن هذا، ويصير ذليل يتحرم بأيدي الناس يطلب الرزق ولو بأدنى الحرف، حتى لو يكون حجاما أو كناسا يطلب الرزق ولو بأدنى المكاسب ولو هي ما هي بشريفة. كونك حجام أحسن من كونك شحال، تنبهوا لذلك، كونك حجام أو كناس تتعيش من كسبك أحسن من كونك شحال تسأل الناس. جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما عنده فأحضر شيء يسير فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، وشرابه له فاس، وقال له خذ هذا واذهب ولا أراك كذا وكذا من الأيام. ذهب الرجل وحطب وباع، واجتمع عنده دراهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك، يعني الكسب طلب الرزق، ولو تحطب على رأسك تبيع أزيل لك منك تسأل الناس. نعم. ولا تقل أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، يعني ما أعطاني الناس تناظر يدي الناس. نعم. لم يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم ولا العلماء إلى زماننا هذا، لم يفعل هذا القول أو هذا الرأي أحد من صحابة رسول الله، وهم أتقى الناس وأعبد الناس لله عز وجل، بل كانوا أصحاب أعمال، كان منهم مزارعون وكان منهم تجار يتاجرون بالبيع والشراء، منهم أبو بكر ومنهم الزبير ومنهم الزبير بن العوام ومنهم عبد الرحمن بن عوف، منهم عثمان بن عفان، أصحاب أموال من الصحابة يبيعون ويشرون، وهم أفضل الصحابة، عثمان وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، ومع هذا تجار، هم من تجار الصحابة، وكانوا ينفقون في سبيل الله ويجهزون الجيوش من أموالهم، ما تركوا طلب الرزق. أبو بكر كان يبيع ويشري ويساعد رسول الله من بعثه الله في مكة، ويساعده من ماله، يساعده من ماله رضي الله عنه في مواقفه المشهورة، من مال أبي بكر يطعم المساكين ويشتري العبيد المعذبين ويعتقهم كبلال وغيره، هذا أبو بكر رضي الله عنه، ما ترك الكسب وقال أنا أجلس وأعبد الله وأنا من أصحاب رسول الله، أبداً ما كانوا يفعلون هذا. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. هذا كما ذكرنا، كونك تحترف حرفة فيها دناءة تأخذ منها أجراً تنفقه على نفسك خير من سؤال الناس، خير من سؤال الناس والذلة لهم. نعم. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت. يكفي هذا، نقف على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة وردت، هذا ما تيسر منها. هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ معناها أن الإنسان لا ينظر إلى الناس إذا هلكوا ويقول هذا أمر عام وهذه أمور ما لنا حيلة، ويدخل فيها، عليه أنه ينجو بنفسه مع أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقول الناس كلهم على هذا ولا أقدر ويفعل مثل فعلهم. عليكم أنفسكم، يلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس معناه أن الإنسان يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مهتديا. إذا اهتديتم، ومن الاهتداء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب مقدرة الإنسان، لكن لا يغره ما عليه الناس ويتساهل ويقول أنا مثلهم، أنا بس أبجاريهم كما يقول بعض الناس اليوم وكثير من الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: يقول بعض الناس عندما يبلى بمعصية يقول قد بلاني الشيطان بها، فالشيطان يبتلي بالشر والله يبتلي بالخير،
فهل هذا القول صحيح؟ قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة فضل من الله أعطاك الله إياه، والسيئة من نفسك، أنت الذي فعلتها وأنت الذي تسببت فيها، لا تسندها للشيطان، تسند أفعالك للشيطان. استغفر ربك وتب إلى الله واعترف بذنبك. الشيطان يضحك ويفرح إذا قلت كذا، لكن إذا استغفرت فالشيطان يغتاظ وينقسم ظهره بالاستغفار. أما لو قلت هذا من الشيطان، الشيطان يفرح بهذا، لكن إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه، الشيطان ينخذل ويبلس ويحصل له من الذلة ما لا يعلمه إلا الله. ما قسم المؤمنون ظهر الشيطان إلا بالاستغفار، يقول أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار، فعليكم بالاستغفار، لا تقول هذا من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هناك أمر قد أشكل علي، وهو أن التداوي بالعلاج حكمه مباح، فهل إذا تركت العلاج وترتب على ذلك هلاك نفسي، فهل أكون آثما؟ لا، ما تكون آثما، العلاج مباح، إن فعلته فلا بأس، وإن تركته فلا حرج، ومن المباح متساوي الطرفين، بخلاف الأكل من الميتة، هذا يقينا إذا لم تأكل تموت، لكن العلاج ما هو بلزوم، قد تتعالج وتموت ولا ينفعك العلاج، العلاج ما هو مضمون، بخلاف الأكل من الميتة عند المسغبة، هذا مضمون أنه علاج مضمون أنه سيبقي عليك حياتك، العلاج ما هو مضمون أنه يبقي عليك حياتك، بينهما فرق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل ثبتت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبتت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الملوك معاوية؟ الله أعلم، ما أدري. معاوية صحابي رضي الله عنه، يكفيه أنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخته أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاتب هذه أيضا من كتاب الوحي، يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، وله فضائل عظيمة رضي الله عنه. حياتك، ويكفيه من الفضل أن الله جمع المسلمين على يده، وقمع الفتنة على يده، وصارت خلافته وولايته رضي الله عنه جمعا للمسلمين، وأخمد الفتنة، وقضى على أصحاب الفتنة، وساس المسلمين سياسة حسنة، وقد أعطاه الله الحلم والرحمة والقوة، فله فضائل رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هداية الدلالة والإرشاد قد يجعلها الله سبحانه وتعالى على يد مؤمن ناقص الإيمان؟ نعم، الداعية إلى الله يهدي إلى الله، بمعنى أنه يبين، بمعنى أنه يبين ويرشد. هداية الدلالة معناها البيان والإرشاد، وهذا يحصل من كل داعية، ولا يشترط في الداعية أن يكون كاملاً، ما يشترط في الداعية أن يكون كاملاً ليس له أخطاء، إنما يشترط فيه الإيمان والعلم، يشترط فيه الإيمان والعلم والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ولو كان عنده بعض الأخطاء السهلة الجزئية اليسيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قد تكرر، يقول أحدها: لدي أشرطة تتكلم عن فتنة الصحابة رضي الله عنهم، ماذا أصنع بها؟ امسحها واجعل عليها تسجيلا طيبا، والمسح سهل، توديها لأصحاب التسجيلات فيسجلون عليها كلاما طيبا لك أو لغيرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو الرد على من يزعم أن عبد الله بن سبأ شخصية أسطورية ليس لها وجود في التاريخ؟ هم كذبين، ما يستطيعون يكذبون التواتر، هذا متواتر عند المسلمين. عبد الله بن سبأ ما هو بشخصية وهمية، شخصية معروفة، ولا كذب عليه العلماء،
مهما قالوا إنه وهمية، هم الذين يريدون من ذلك عدم بيان أصلهم الذي بنوا عليه، هذا قصدهم، يريدون عدم بيان أصلهم الفاسد الذي بنوا عليه، ولن يغطوا الشمس بالثياب، الشمس واضحة ولله الحمد. وما كان العلماء والمؤرخون ليكذبوا ويأتوا بشخصية وهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز تفضيل عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه؟ لا، لا يجوز هذا، الصحابة لا يفضل عليهم أحد، الصحابة لا يفضل عليهم أحد أبدا، ولا يجوز هذا، لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له فضله وله مكانته وعلمه، وهو من المجددين في الإسلام، لكنه لا يساوي أو يقارب أحدا من الصحابة، لا معاوية ولا غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما ذكره فضيلتكم من الاعتذار والاستغفار والترحم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في وقعتي الجمل وصفين، هل نعلمه لطلابنا في المدارس ونذكره لهم؟ إذا كان عندكم في التاريخ مذكور اشرحوا لهم، أما إذا كان ما هو في التاريخ ولا في المقرر، ليس في المقرر، لا تجيبوا لهم شيء ليس في المقرر، أما إذا كان مكتوب في المقرر فلا بد من توضيحه وبيانه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل كلمة سيدنا لأبي بكر رضي الله عنه وباقي الصحابة رضي الله عنهم جائزة؟ وهل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسيدوني في الصلاة؟ ما هل جاء لا تسيدوني في الصلاة فلا أعلم، ما أدري. وأما قول سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبو بكر، هذا من تقديرهم عند بعض الناس، يعتبرونه من التقدير لهم والاحترام لهم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سؤال قد تكرر، يقول أحدها: هناك من يقول إن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي قبل موته على أن حاطب بن أبي بلتع قد وقع في الكفر بعمله وينشر ذلك بين الناس، فهل هذا القول صحيح عن الشيخ ابن باز، وما حكم نقله وإشاعته؟ برأ الله الشيخ ابن باز ونزه عن هذا الكلام الخبيث، هذا يكذب على الشيخ ابن باز، ونحن خالطنا الشيخ ابن باز وعملنا معه وجالسناه إلى آخر لحظة وهو على فراش الموت، ولا سمعنا من هذا الكلام، ولا يمكن يصدر هذا من الشيخ ابن باز أبدا، لكن هذا كذاب ودجال. الشيخ توفي وعالم أنه ما هو براد عليه، راح يكذب عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: عندما نقرأ عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم وعن جهادهم وزهدهم وقوة إيمانهم نقول: يا ليتنا معهم، أو يا ليتنا جاهدنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا القول صحيح، وهل هذا التمني جائز؟ لا، ما يصلح هذا، ما يصلح أنك تتمنى أنك معهم، لأنك قد تكون معهم ولا تصبر، ما تدري، لعلك لا تصبر، في ناس لم يصبروا، كانوا معهم ولم يصبروا وظلوا وأنافقوا والعياذ بالله، فلا تدري، لكن كونك يكفي أنك تحبهم وترضى عنهم وتستغفر لهم وتتبعهم، هذا يكفي منك، هذا يكفي منك في حقهم، وتدافع عن أعراضهم، هذا يكفي منك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هناك كتاب اسمه رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفه خالد محمد خالد، فهل ينصح بقراءته وإقرائه على الطلاب؟ والله ما قرأته ولا أدري عنه، وهذا الرجل كان في الأول ما هو طيب، كان منحرفا، لكن في آخر حياته كأنها تحسن، الله أعلم، ولا كان هو في الأول يقول أنه من تلاميذ القصيمي، من تلاميذ عبد الله القصيمي، ولكن في آخر حياته أظهر أنه إن شاء الله أنه تحسن حاله، الله أعلم،
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: من كان عليه دين ولا يستطيع أن يرجعه بسبب عدم وجود صاحب الدين، فما هو الواجب عليه في هذه الحالة؟ ورثته، إذا مات صاحب الدين فله ورثة يؤديه الورثة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: قد ذكرتم في الأيام الماضية أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أقربهم إلى الإمام، وسؤالي: هل ذلك خاص في يوم الجمعة أم يشمل جميع الصلوات الخمس؟ هذا ورد في يوم الجمعة، ورد في يوم الجمعة، بل الذي أذكر أنه في يوم المزيد، وهو الزيارة لرب العالمين، حين يجتمع أهل الجنة يكون أقربهم مجلسا من الله جل وعلا، أقربهم إلى الإمام يوم الجمعة، فالمبكرون للجمعة يكونون في مقدمة الذين يزورون ربهم يوم القيامة في يوم المزيد، حينما يتجلى لهم ويكلمهم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يحضر جنازة والديه وهما غير مسلمين، لأن عدم حضوره يسبب المشاكل بينه وبين إخوانه وأقاربه؟ لا، الكافر يتولاه الكفار، والمسلم لا يتولى جنازة الكافر ولو كان من أولاده، إلا إذا لم يكن له من يدفنه فإنه يدفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدفن أبا طالب، أن يواريه، فإذا لم يكن له أحد من يتولونه من الكفار فالمسلمون لا يتركونه على وجه الأرض جثة، بل يدفنونه، لكن لا يدفنونه في مقابر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهل يجوز أن نعزر بالمال في غير مانع الزكاة؟ اللي يعزر بالمال هو ولي الأمر، غير ولي الأمر ما يعزر لا بالمال ولا بغيره، هذا من اختصاص ولي الأمر، والتعزير بالمال فيه خلاف بين العلماء، والمذهب أنه لا يجوز، في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، لكن هذا من شأن ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقترض من شخص مالاً وأنا أعرف أنه من ربح القمار؟ ما دام تعرف أن هذا المال حرام فلا يجوز لك أن تقترض منه، لأنه يعني حرام وليس ملكاً له، الحرام ليس ملكاً لمن هو بيده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هناك من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة في المسائل المختلف فيها بأنها حلال أو حرام، فهل هذا استدلال صحيح؟ لا، هذا غلط، يعني مفهومه أن اتفاقهم عذاب، إذا كان اختلافهم رحمة يكون مفهومه أن اتفاقهم عذاب، وهذا لا، هذا ما لم يقل به، العكس، اتفاقهم رحمة واختلافهم عذاب، هذا هو الصحيح، بل هو الصواب، قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى من المختلفين من رحمهم الله فلم يختلفوا، وحديث أن اختلاف أمتي رحمة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز تعلم علم المنطق، وما الفرق بين المنطق والفلسفة؟ الفلسفة أوسع من المنطق، تشمل المنطق وغيره، والله أغنانا بالكتاب والسنة، تعلم يا أخي الكتاب والسنة، وش تبي بالمنطق والفلسفة؟ نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.